هي باهي شو معك كامل نستنى فيك وينك مخليني معلق هكا ومقارونه ودنيا هي عملت فيديو وبعد هك فرغوا المجازين كله نسوا كل لقظات المقارونه وانت قعدت بلاش صليت سكروا مبقى شيء في المجازين السلام عليكم ابطال ومرحبا بكم في حلقه جديده ومرحبا بكم في الشين يوتيوب نتاعنا تونيزيان فيتنس ادسو ان شاء الله تكونوا ساعه في صحه جيده وقاعدين تتمتعوا بالوقت هذا وبالركشه في الدار وقاعدين تستغلوا الوقت هذا ووقت الفراغ هذا في حاجات تصلح حاجات تنجم تفيدكم مستقبلا ان شاء الله الحكايه ما تطولش اكثر يا ربي على تونس يا ربي يا ربي هي تويكه اللي صار وقعنا في الفخ والاحباب جات من كل البلاد والمشكلة انهم حاملين الفيروس وما تبقوش القواعد الحمائيه اللي قالوا لهم عليها بالبقاء في البيت باش يعملوا الحجر الصحي الذاتي تعدد مش يرتفع الامور ولا تتخوف دونك الزمنه نفيقوا شويه على الواحد المشكله هنا انه قاعات سكرت والابطال تويكه حيرين شنو باش نعملوا في ظل الظروف هذيه كيفاش باش نترناو وكيفاش باش ناكلوا شنو باش يصير في الوقت هذا هذه باش نحكيوا عليه في الفيديو هذا دونك ما تنساش باش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وقاعد معانا باش نحكيوا في حاجات مهمه برشا اما فيها باش تستغلها فرصه نقول لك اخويا خلينا نركش انا عام كامل نترنا خلينا نقص شويه من النشاطات الرياضيه ونستغلها فرصه نقعد مع العائله نقعد مع ولدي نقعد مع المراه اكثر الفرصه هذه باش تقربوا لبعضكم اكثر ما تتقربوش برشا برشا نجم نقرا اكثر كيما نجم نستغل الحكايه هذه اني نخدم عن بعد حقكم على الخ سيدي نفترضوا انت من جماعه هذوما اللي اخترت انك تعمل الركشه جمله باش تتحرك جمله في الدار فما دراسه عملوها باش يقارنوا زوج جروبات جروب يترنى 6 جمعات ويرتاح 3 جمعات وديما يمشي الجروب الاخر يترنى 24 شهر على طول فرد فس رحلة في اخر دراسة دي لقاو زوز جروبات هذوما تحصلوا على نفس التطور العضلي فما دراسة اخرى باش نزيدوا نثبتوا من الحكاية قارنوا فيها جروب يترانا 15 جمعة على فرد فس جروب اخر يترانا 6 جمعات يرتاح 3 جمعات وبعد يعاود يترانا 6 جمعات يعني في الاجمال زوز جروبات باش يترانوا 15 جمعة في نهاية الدراسة دي لقاو زوز جروبات هذوما عندهم تحسن وتطور في الوان ريب ماكس والكتلة العضلية نفس الكيفية يعني اصدقائي الابطال نجموا ناخذوها فتره نتاع راحه للسنتسايز للجسم وخاصه انه برشا ابطال يترناو على طول العام فرد نفس السؤال هنا مشكله اللي حتى حد ما يعرف قداش باش تطول الحكايه هذه ولذا اصدقائي الابطال ما نحبكمش تتمانوا برشا خاصه الجماعه اللي اخترتوا الركشه جمل نتعداو الجماعه اللي باش يكونوا اكتيف ريست مش على حاجه ابطال ومش لغه ستي اكتيف وكريقه ذاك لا لا عندك برشا وقت ما تنجم تعملهم الكل تنجم تقعد مع العائله كيما تنجم تقرا كيما تنجم تتعلم حاجات جديده كيما تنجم تترن يعني استغلوا وقتكم حاولوا كيفاش تقسموا الوقت هذا باش ضغط نفسي وكان تقعد برشا مع العائله تولي لك برشا مشاكل وذي كلنا عارفوه كي تتحصروا في دار الناس كلهم بعضكم باش يولي برشا كونتاكت وتنجم تولي برشا مشاكل في بلاست انكم تقربوا لبعضكم حاول انك تعمل برشا حاجات والسبور باش يخليك نحيك الستريس هذاك اللي قاعد في العقل نتاعك يعني تويكا باش نتعديو للمجموعه الثانيه واللي الحقيقه تمثلني باش نقعدو نترناو مش بالكيفيه وبالريتم اللي مسلسين نترناو بيه في الصاله لانه مش كيف كيف نستغلوا الفرصه هذه ان نرتاحوا اكثر لكن في نفس الوقت نقعدو نتحركوا يعني ما احناش باش نقف نجمو نعملوا نشاطات اخرى في المنزل تعاوننا كيك باش نقعدوا ديما اكتيف ونقعدوا ديما حاضرين نستغلوا الحاجات اللي عندنا الامكانيات الموجوده في البيت نجمو نعملوا حتى نشاطات رياضيه اخرى كيما نجمو نعملوا اليوغا نجمو نجريو في الدار كان عندنا سباس كافي نطلعوا نهبطوا في الدروج وما نحيروش ما نحيروش نجم تسيق الدار كيما تنجم تنظف الجرده وتعمل اي نشاطات اخرى باش تخليك ديما تتحرك الهدف من هذا كل القلقاي شنو انك باش تبعث سينيال للجسم نتاعك وتقول له يا معلم راني مازلت حاجتي بها الكتله العضليه هذيا راهو عيب عليك كان تهردني فيها وتهردني في تعب سنين. Yo, you're losing all your. I know, bro. I go so hard in the gym. I'm fucking killing myself in the gym. And look, look at my shirt. Look. You lost. Look. I can feel my arm in here. You lost all your gains, bro. Yo, I'm fucking sorry, man. You gotta do more curls or some shit, man. You gotta be smart, man. البرنامج نتاعنا باش يكون 3-4 حصص في الجمعه تقريبا هكاكا فول بودي ورك اوت التمارين هذوما والافكار هذه بديت نهبط فيها على انستغرام دونك كان مازلت ماكش تتبع فينا على انستغرام ماذا بينا كان تنضم للكوميونتي نتاعنا باش هكاكا تشوف التمارين هذه وتنجم تسجلها في نفس الوقت وتعودها فيما بعد وحدك كانت تفكروا ابطال سبق وحكينا في اساسيات برنامج تدريب على الفوليوم تقريبا حسب الدراسات يقولوا لنا ما بين 30 و10 سيريات في الاسبوع للعضله الواحده لهنا حسب الظروف وحسب الوضعيه اللي احنا فيها باش نحاولوا ناخذوا اقل عدد ممكن لانه صعيب برشا في الظروف هذه ان نطوروا اكثر ما يمكن في الكتله العضليه بتاعنا ولذا الهدف باش يكون من التمارين هذه ان نحافظوا على الاقل على النتيجه اللي وصلنا لها يعني باش ناخذوا تقريبا ما بين 10 و12 سيري للعضله الواحده ونقسموهم على 3-4 حصص ويكون الجهد قريب للارهاق التام لسبب بسيط لانه ما عنديش الاوزان الكافيه باش نزيدوا كل مره ونتحداو العضله نتاعنا كيما سبق وقلت لكم بروجريسيف اوفرلود ماهوش فقط زياده في الاوزان نجمو نتحداو الجسم نتاعنا كي نزيدوا في الارهاق نجمو نتحداو الجسم نتاعنا كي نزيدوا في عدد التكرار ولا نصعبوا
في التمرين وهكيكا يتحدى روحه ويحاول يطور من روحه أكثر وغديك تصير الادابتيشن اللي حاشتنا بها. قبل ما نتعدوا للماكلة فما حاجة يلزمني نحكي فيها، عندي برشا نحب نحكي فيها وهذه الفرصة، إنك تقعد في الدار وعندك كتلة عضلية ما شاء الله، الكتلة العضلية ذيك راهو توليش جريس، ما توليش جريس. والتفسير الحقيقة بسيط برشا، لأنه في ظل الظروف هذه ومع حضر الجولان الحركة بتاعنا باش تقل، باش نوليو ديما قاعدين في الدار والنشاط البدني ماهوش كي المعتاد. لهنا شو باش يصير؟ لهنا النشاط البدني هذا اللي يتمثل في النون اكزرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس، واللي هو اللي قاعد نعمل فيه تويكا وأنا قاعد نحكي معكم بالكلام وبالحركة بتاع اليدين، السعرات الحرارية هذوما والسعرات الحرارية الآخرين اللي يجيو بالاكزرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس، وهما السعرات الحرارية تحرقهم بممارستك لي نشاط رياضي مباشر كي تقوم بتمارين معينة. هذوما تقريبا مع بعضهم يمثلوا 30% من إجمالي السعرات الحرارية اللي يستحقها جسمك. ولذا يا أبطال ننصحكم به من ناحية الماكلة، سواء كنت في فترة متاع تضخيم ولا فترة متاع تنشيف، في كل الأحوال لازمك تنقص من الانرجي انتيك الماكلة اللي باش تاكلها، لأنه كما فسرت قبيلة احتياجك للسعرات الحرارية باش يكون أقل من المعتاد. ولذا أبسط الأشياء أنك تنقص من ماكلة المقرونة، كلعولك اللي عملتها وخبيتها في الدار هذيك حقيقة مانيش عارف شنو باش تعمل، لأنه لو كان باش تقلق ماكش تلقى شنو باش تعمل، باش تولي ماشي جاي على الكوجينة وقتها باش توصل ريزلتا كارثية. هو أخيب سيناريو يا أبطال إنك عملتهم هذوما الكل لقيت روحك في الأخر خسرت كتلة عضلية، وفي سيناريو أتعس من هذايا إنك خسرت كتلة عضلية وفي نفس الوقت زدت جريس. لأن نقولكم يا أبطال ما تتفاجعوش برش، لأنه الحقيقة الجسم تاعك قادر إنه يسترجع كتلة عضلية هذية دوبة ترجع تترانا وبطريقة سريعة برش، وهذا يراجع للمسل ميموري. شنو تفسير الفينومان هذا؟ في كل خليه من الجسم تاعك باش نلقاو النيوكليي اللي مسؤوله على الوظائف اللي تصير في الخليه هذه. بما انه الخلايا العضليه اكبر الخلايا حجما في الجسم باش نلقاو اكثر من نيوكليي، واللي التجمهر نتاعهم هذايا يتسمى مايون نيوكليي، واللي باش يبعثهم الساتيليتس الموجود في المحيط نتاع الالياف هذه في كل مره تقوم بجهد وضغط معين يبعث اكثر نيوكليي، واللي هذوما باش يقوموا بتنظيم الهرمونات وتركيب البروتينات اللازمه للالياف هذه باش تكبر اكثر. مش واضحه بالكدا، خلينا نفسروها بلغتنا احنا. انت عباره عندك بنيه قاعد تبني فيها كل مره تحب تطور فيها هكا ما احسن وما اقوى، كل بنيه هذوك قاعدين يبنيو وانت في كل مره تحب تحسن، كي التحسين هذاك تكلم الشركه اللي انت قاعد تخدم معها وتتعامل معها المقاول هذا يبعث لك خدامه اخرين، وكل خدامه هذوك مع بعضهم قد ما يزيد الخدامه وقد ما يزيد العدد نتاعهم نجموا يخدموا اكثر كي مع بعضهم والبنيه تكون خير واقوى. ظن انه نحكيوا هكا والتفسير هذا يكون ابسط برشا. اي يقول قايل انا علاش نحكي لكم في هذا الكل، لانه فما تفسير علمي ورا الحكايه هذه، والفينومين هذا يفسر علاش انك بعد ما تخسر كتله عضليه هذيا تنجم تسترجعها بطريقه سريعه، لانه العلماء اثبتوا انه الماينوكليا ذما حتى لو كان تخسر كتله عضليه نتاعك يقعدوا ركشين غادي كمبنكي صاحبي يجبدوا لابناك ويركشوا. كما نرجع للبنيه، البنيه هذيك كي تهد الشطره نتاعها والبنيه مازالوا غاديكا نجموا يرجعوها لك بطريقه اسرع من اول ما بديت ترانا، وهذا نجموا نشوفوه زاده في الرجال الكبار اللي تلقاهم حتى في سن متاخر تنجم تلقى عندهم ساعات كتله عضليه محترمه، تلقاهم يظهروش حتى كبار لانهم مارسوا الرياضه في سن مبكر، والعمليه هذه باش تخلي الساتيليت بول نتاعهم يستحفظ بعدد اكبر من الماينوكليار. اوكي، عباره انك خبيت فلوس نتاعك في البنكة كي استحقيتها في عمر متاخر تلقى روحك مازلت واقف وعندك الكتله العضليه ممتازه. بالنسبه للنفس، برشا يقول لك كي نرجع نترن نحس روحي نتعب في ساعه وما عادش عندي نفس هذاك كما كان قبل، هذا عادي جدا لانه الجسم تاعك كي كنت انت تترنى كل نهار وتقوم بالنشاط البدني هذا يدفع الجسم تاعك انه يصنع اكثر كريات حمراء اللي باش تساعد في تنقل الاكسجين في الجسم تاعك. بمجرد انك وقفت النشاط الرياضي هذا الجسم تاعك يقول لك ما فهمش علاش انا قاعد نصنع في الكميه هذه الكبيره، دوك شي نقص عدد الكريات الحمراء اللي قاعد يصنع فيها، بمجرد انك ترجع للنشاط الرياضي هذا يرجع يصنع في الكريات الحمراء هذه بالريتم اللي كان به قبل، لكن الحكايه تاخذ اكثر وقت من استرجاعك الكتلة العضلية، ولذا من المستحسن انك تصبر على روحك واحدة واحدة تترجع للنفس اللي كان عندك. هو انا متأكد توك باش تلقى شكون يتفرش الفيديو هذه وتلقى تعاوج في فمه كي وين المشكل بالله باش يعملوا هنا وافلام ودراما خاطر على جمعتين ماكش ترينا معناتها فاتح حياتك، انا حياتنا كاملة ما نترينيوش وين المشكل بالله. شوف هي الحكايه ماهيش فيزيك وكهو تيبو، صحيح نحبوا على الفيزيك واي واحد يحب يحسن من الفيزيك نتاعو ودي حاجه طبيعيه مش حاجه خايبه لو انك تتلهى بروحك وتحافظ على اللياقه البدنيه نتاعك والحاجات اللي انت تاكل فيها والنظام العايش الصحي. وهاكم شفتوا تويكا الحاله اللي وصلنا لها، بالحق ولينا نامنوا انه بالحق شنو الحاجات اللي باش ناكلوهم، ولينا نعسوا على رواحنا ونعسوا على العادات نتاعنا وميتوا بيناتنا بعضنا ونغسلوا ايدينا، ولينا بالحق
نحترموا البدن بتاعنا ونحترموا الطبيعة والحاجات اللي بالحق تجم تأثر على الجسم بتاعنا، وخاصة على اللياقة البدنية بتاعنا وتقوية جهاز المناعة. وذي كل علاش؟ لأنه تحطينا في موقع الخطر. المشكل الحقيقة يا أبطال إن نشوفه بطريقة أخرى ومن منظور آخر. مش سهل إنك تبعد على الصالة، وخاصة الأصعب إنك ما تعرفش وقتش باش ترجع لها، لأنه السبور بالنسبة لي وبرشة أبطال يتفرجوا في الكوميونتي هذه تخل في نظام العيش بتاعنا. كيما تقوم الصباح تفرش فرشك وتغسل وجهك وتفطر الصباح وتعمل التواليت بتاعك، بالنسبة لينا كالمشي هذيك للصالة عندها نكهة وعندها نشوة جسدية وذهنية كبيرة على الاخر مستحقينها في الوقت هذا. خلينا نبارتاجيو لي مومو هذوما مع بعضنا الناس كل يا ابطال، هاشتاج نعود قريبا، بارتاجي التصوير بتاعك في ستوري وانت تترينا مع اصحابك مع الجروب بتاعك في الصالة، شيخ تشطح عامل كيف، خلينا نعيشوا كل الاجواء هذيك. وما تنساوش باش تاجيو تونيزيان فيتنس انسي بشكاكة، نبارتاجيها للابطال كل ونعيشوا كل لحظة هذيك. يلا بارتاجيو التصاور هذوما كل والستوريات هذوما كل لحظة ستوريات اللي بوذنين ارنب ربي لا. وما تنساوش باش تخلوا لي في التعليق باش نعرف هل انتم قررتوا الفترة هذه انكم تترنوا ولا مودراكشن. انا بقالي كنقول لكم I'll see you next time، وتونس ديما لاباس.